تحاول واشنطن تضييق الخناق على إيران وجعلها بين فكي كماشة تتمثل بالوقوف وراء الحملة الإسرائيلية لإخراجها من سوريا وتجديد حظر التسلح التقليدي عليها. لكن في يد إيران أكثر من ورقة لاستخدامها من دمشق مرورا ببغداد وصولا إلى اليمن. فهل تنجح واشنطن في الضغط على طهران وإقناع الأوروبيين والصين بتمديد حظر التسلح؟ وما الذي يمنع استمرار الضربات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا من الترنح على حافة الهاوية دون الذهاب إلى مواجهة شاملة وحرب إقليمية؟ وهل يخفي هذا التصعيد مفاوضات يمهد لها تحت الطاولة؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيفنا مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر دكتور محجوب الزويري الذي ينضم إلينا من الدوحة. أهلا وسهلا بك دكتور. مر عامان على الانسحاب الأحادي الأمريكي من الاتفاق النووي. بداية، كيف أثر ذلك على قدرات إيران الدفاعية في صراعها مع واشنطن؟ لا شك بأنه الانسحاب الأحادي الجانب من قبل الولايات المتحدة من الاتفاق النووي زاد من معضلة إيران على أكثر من مستوى. على المستوى السياسي ضعف مشكلتها مع العالم وأعادها إلى مربع العزلة الدولية وإلى مربع تبرير تصرفاتها وإلى مربع الدولة الراعية للإرهاب وإلى مربع الدولة التي تلعب أدوار سلبية ولا تدفع نحو الاستقرار في المنطقة. اقتصادياً لا شك بأنه سياسة الضغوط القصوى التي استعملها الرئيس ترامب وإدارته منعت إيران من تصدير نفطها، وإيران التي كانت تصدر حوالي 1,300,000 برميل الآن لا تصدر أقل من ذلك، ربما 300,000 أو 200,000 برميل بسعر البترول الحالي وعبر السوق السوداء، وبالتالي هناك معضلة كبيرة اقتصادية تواجهها إيران، إضافة للمعضلة الثالثة وهي المواجهات المتعددة والضربات التي تلقتها إيران خاصة في سوريا ومقتل سليماني في العراق، وبالتالي هذه الثلاث مستويات عانت منها إيران خلال العامين الماضيين كنتيجة للانسحاب الأمريكي. بومبيو وزير الخارجية الأمريكي يقول بالأمس إن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي جنب العالم مخاطر إيران وتهديداتها، كيف ذلك؟ هو لا شك أن إدارة الرئيس ترامب منذ أن كان مرشحا للرئاسة اعتمد في استراتيجيته للفوز والذهاب إلى البيت الأبيض على عدائية من إيران وعلى شيطنة إيران، باعتبار أن ذلك يساعده في تحقيق أمرين: أولا في الحصول على أصوات اليهود المسيحيين الأنجليكان في الولايات المتحدة وبالتالي الحصول على دعم أصوات هائل، ثم الأمر الثاني الحصول على دعم أطراف إقليمية في المنطقة على رأس المملكة العربية السعودية في محاولة خاصة اقتصاديا في موضوع سعر النفط، وبالتالي استعداء إيران كان استراتيجية مهمة في مخطط ترامب وعمل عليها ونفذها بالانسحاب الأحادي الجانب. ما يقوله بومبيو عمليا هو عبارة عن تكرار لنفس الأسطوانة التي كانت ترامب كان يكررها في الأشهر القليلة الماضية وربما الأعوام الماضية الثلاثة التي كان فيها في البيت الأبيض، وبالتالي بومبيو شخصيا لديه موقف أيضا عدائي من إيران كبير جدا باعتبار أنه يرى في إيران الحقيقة نموذج الدولة الراعية للإرهاب بشكل قاطع. فهو عندما كان مدير الاستخبارات جميع التقارير الأمنية التي كانت تصدر سنويا عن تقييم الحالة الأمنية كانت تبقي إيران وحزب الله وحلفائها في مربع الإرهابيين. طب ماذا يريد ترامب من حصار إيران وتجويعها بهذه الطريقة؟ إن كان لا يريد الذهاب إلى مواجهة شاملة، هل يريد إخضاعها وتغيير سلوكها؟ إذا ما نظرنا إلى تصريحات الإدارة الأمريكية في ذروة المواجهة والحرب الكلامية، تصريحات البيت الأبيض كانت تقول نحن نريد الذهاب إلى اتفاق جديد مع إيران، هذا الاتفاق يشمل النظام الصاروخي ويشمل أيضا بعض النقاط المتعلقة في التخصيب إلى غير ذلك، وبالتالي هو كان يكرر أنه لا يريد حرب وهو ضد الحرب وهو لا يريد إبقاء قوات أمريكية خارج الولايات المتحدة ويريد إعادتها إلى الوطن كما يقول، وبالتالي هو كان يريد معاهدة جديدة، كان يريد اتفاق جديد،
وفرنسا كانت تتفق معه في هذا المجال. مشكلته كانت في إقناع الروس والصين على أن الاتفاق الجديد قد يكون مفيد، وكما أنه أيضا في مرحلة من المراحل كان مشكلة مع بريطانيا في أن الاتفاق الجديد قد يكون آمنا. ولذلك الرئيس ترامب الحرب الكلامية مسار، ولكنه لا يبدو حتى اللحظة أنه يميل إلى مواجهة عسكرية شاملة مع إيران، باعتبار أن هذا عام انتخابي بالنسبة له، وعادة هذه مخاطرة كبيرة بالنسبة للرئيس. باعتراف الرئيس الإيراني حسن روحاني، سببت العقوبات الأمريكية وجعا للجمهورية الإيرانية لناحية الأدوية والجانب الاجتماعي والمعيشي، وظهر ذلك إلى السطح مع جائحة كورونا. إلى أي مدى يمكن الرهان على استقلالية القرار الأوروبي لمساعدة إيران؟ أولا، خطاب الرئيس روحاني هو موجه للداخل الإيراني، فهو محاولة يعني إعادة زمام المبادرة إلى النظام السياسي، وإعادة ربطه مع القاعدة الشعبية داخل إيران، والقول بأن إيران كلها ضحية للهيمنة الأمريكية. وبالتالي هذا خطاب فيه استعطاف للرأي العام الذي لم يصوت في انتخابات البرلمانية الأخيرة إلا بمستوى 43% من المصوتين، وهذه نسبة منخفضة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، وبالتالي هذا استعطاف الرأي العام. الأوروبيون لا يمكن التعويل عليهم، إيران جربت الأوروبيين، وهنالك الاتفاق الإنستكس الذي كان مفترض أن يعني يزود إيران ببعض القضايا والحاجات الاقتصادية، لم يتم تنفيذه، والآلية هذه عانت من مشاكل كبيرة بسبب الضغوط الأمريكية. وبالتالي الأوروبيون لا يمكن الارتهان على مواقفهم، باعتبار أنهم في كثير من قراراتهم يحسبون حساب العلاقة مع واشنطن، سواء كانت العلاقة السياسية أو العلاقة الاقتصادية. وبالتالي الإيرانيون يعرفون ذلك جيدا، لذلك يبقون رهانهم دائما على موسكو وعلى بكين. طب هل تذهب إيران إلى تطبيق تهديدها بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا ما استمر الضغط عليها؟ يعني رأينا منذ أسابيع قليلة أطلقت قمرا صناعيا. الانسحاب من الاتفاق النووي بالنسبة لإيران يعني خسارة روسيا والصين وخسارة أوروبا بالكامل. يعني أوروبا الآن لم يخسروها بالكامل، لازال هناك قناة اتصال موجودة، لازال هناك نوع من الحوار موجود. وبالتالي إيران استراتيجيتها ألا تساعد الولايات المتحدة في تكوين تحالف عالمي متكامل قوي ضدها، وبالتالي مهمتها أو ترى بأن مهمتها تركز على دائما عدم تحقيق هدف أمريكا بتحقيق هذه الكتلة، وبالتالي الانسحاب سيؤمن لواشنطن هذه الكتلة. وبالتالي هي إيران تحاول أن تأخذ موقف بين الموقفين، بمعنى آخر أن تعزز من انتقادها الأوروبيين وتبقي على علاقة مع الصين وروسيا قوية، وهذا يتعزز بالبقاء في الاتفاق، مع محاولة الانسحابات التكتيكية التدريجية من التزامات الاتفاق. يعني لاحظنا في العام الماضي انسحبوا من كثير من هذه الالتزامات، كما يقال العين بالعين والسن بالسن، كما كانوا يوجهونها للولايات المتحدة. وهذه الخطوات التدريجية كانت تقلل المواجهة مع أوروبا رغم انتقادات أوروبية، لكنها لم تكن توصل الأوروبيين إلى مرحلة القطع مع إيران، وهذا يحقق استراتيجية إيران في إبقاء الخطوط مع أوروبا مفتوحة حتى في حدودها الدنيا. في المقابل هناك فائض قوى إيراني لا يخفى على أحد، من دمشق إلى بغداد مرورا ببيروت ووصولا إلى اليمن. فهل التحرك الأمريكي على خط الأكراد والمعارضة السورية شرق سوريا وغرب العراق هي لمواجهة إيران بسلاحها، وهو عبر الوكلاء، أي حرب الواسطة؟ فيما يتعلق باستراتيجية الولايات المتحدة نحو إيران خاصة في سوريا، يجب العودة إلى ربما عام 2017، وهي محاولة مناقشة الإدارة الأمريكية لممارسة ضغوط أكثر على إيران لإجبارها على انسحاب من سوريا. وتحقق ذلك في العام 2018 عندما أجبرت إيران قوات من حزب الله على الانسحاب من سوريا. وفي العام الماضي في مايو 2019 كان هناك أيضا خطوات مشابهة له، وبالتالي الضغوط الأمريكية كانت قوية على إيران. لكن ما يجب أن ننظر له الحقيقة هو كيف أن الروس بصمتهم ساعدوا على أن يجعلوا إيران لوحدها في المعركة، لأنه إيران تقول أنها يعني تتغطى أو تغطي نفسها سياسيا بالوجود الروسي.
إسرائيل بمزيد من الهجمات على إيران في سوريا كان لديها الضوء الأخضر من روسيا، وبالتالي إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة كان لديهم اتفاق شبه ربما غير مكتوب ولكنه حقيقي وسياسي على أن إيران يجب أن لا تكون قوية في سوريا، وإذا كان لابد من ذلك يجب أن تنسحب. ولذلك لاحظنا أنه أجبروها على الانسحاب، انسحاب كل قوات التابعة للميليشيا المختلفة إلى حوالي 100 كيلومتر بعيدة عن الحدود مع فلسطين، وأجبروها أيضا على سحب، على إعادة إرسال بعض القوات إلى لبنان لقوات حزب الله. وبالتالي هذه الضغوط الثلاثية تبدو أمريكية لكنها أيضا لروسيا دور فيها غير مرئي، ولإسرائيل وضرباتها المستمرة لإيران سواء في معظم الأماكن في سوريا والتي لم تتوقف رغم عدم الإعلان عنها طوال الأعوام القليلة الماضية. ماذا عن دور إسرائيل التي تخوض ما يشبه حرب استنزاف لإيران في سوريا عبر استهداف مواقعها بشكل متكرر؟ هل تنجح في هذه الاستراتيجية بإخراجها من سوريا؟ باختصار لو سمحت. إسرائيل تنجح لسبب بسيط، هو أن إيران لا تمتلك أن تعترف وتقول بأن إسرائيل تضربها. يعني جميع الضربات التي قامت بها إسرائيل في سوريا إيران لم تستطع أن تقول أنها ضربت من إسرائيل. السبب بأن إيران تقول أنه ليس لديها قوات في سوريا، فإذا اشتكت من الضربات الإسرائيلية فهي تعترف ضمنيا أن لديها قوات، وهي تقول أن لديها مستشارين وليسوا قوات. ولذلك إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا يعني يستفيدون من هذه الحجة ومن هذا الوضع في الضرب إيران دون أن تقول إيران كما يقال بالعامية أخ ويكفيني، لأنها إذا قالت ذلك هذا يعني أن لديها قوات، وهذا أيضا ينافي استراتيجيتها في إنكار أي وجود عسكري لها في سوريا مهما كان. دكتور محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.